احد من الاشخاص المرابطين في الدوار. انا شخص قاعد اطبخ الشاي ووزع المأكولات على المرابطين هناك. يعني حدود الساعة، لا تقول لي حدود الساعة ما أدري، بس كنا احنا قاعدين قبل الأذان ولا شفنا ولا السلاح جاي، إن السلاح جاي لهم زين الدموع والقنابل الصوتية والشوزات كلها جينا من فوق الهاي واي لحتى ما صادنا الإغماء. الدخانة قامت كاملة كلها من زين الدموع، كل واحد يقول اوه عقال فخ مو قادر يبدي النسل. ولو تعينا لبعيد بأيان الشرطة وضرب فينا بالهروات، ضرب ورفسات وتفكر، والنسوان طايحة ورجال طايحة، ما تعرف وين دربك. يقولون يفكروننا ويسحبوننا، يسحبوننا في الأرض سحاق. البحرينيين سحبوكم؟ سحبونا البحرينيين. حتى من واحد اللي ضرب الشوزن على الرجال الشايب اللي قتله الدوالي رفيقه يقول لي لا يا الدوالي، اخذ السلاح من عند الشرطي واعطى اوامر الشرطه. اول شيء الشرطي رفض يضرب بالشوزن، قام طاول الشوزن من عند الشرطي وضرب الشرطي بعده، رفض الشرطي وسيدة وجه السلاح على الرجال الشايب. رفيق اللي وياه يقول لي لا يدواني لا يدواني، تودي روحك في داهية علشان هذا ما يستاهل، لا يدواني. قاموا صور السلاح فيه. شكرا.